السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كيامين على خير؟ ما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. عشركم بروكلين بالصحه والسلامه. كنغاب عليكم عاوك نرجع. المهم ما نسياكم شي، ما ننساش القناه ديالي واخا نطول شحال من بان عاون بان. عمرها لي كتجيني ما كتجينيش الكانه نعدل شي فيديو بتاتا، وبعد مره عاد كتجيني خصني فوقاش ننزل شي حاجه. جبرتوني كنرشم واحد لكم. هنايا الطرزه كي عندي في واحد الجهه، في واحد الجهه الكم ديالها. دابا غادي نرشم هاد الكم. ملي خرجت ما بقى لي شي كاغيط ابيض، خرجت هاد غير في هاد الطريب الكاغيط وصافي غير بالقلم نقضي حاجه. صافي شبرت الرشيم بفنيتات، عدلت الكربون بيض احسن. تسكيو يدكم شويه اذا خفتوا باش ما تخرج لكم شي زواقه. بالنسبه للنصائح للاخوات المبتدئات كيفاش يتعاملوا مع الرشيم باش تحتفظوا على الزواقه ديالكم، ممكن تقيو لها سكوتش ولا كترشموها في فيزلين كتبقى عاود مزيانه. ها هي تما صافي ما كيبقى لها حتى حاجه. انا مع الشغل ديالي الزربه وهذا صافي غير عدلت هنا في كاغيط. اللي كتقولي ماما كتقولي ماما كتحتفظي على الرشامات، كتجيب عمري كتجبر الرشامات ديالي مقطعين متشروق. تا كنكون غنوقف على شي زواقه عاد كنبقى نعوضها بالحق. ملي كنكون مزروبه باش نخرج ولا باش نرشم ولا هادي، بعد ما راه مكدبش عليكم بعد ما راه كنعدل السكوتش ونحتفظ عليها ونحتل عليها. بعد ما راه بحال هادي مسكينه غير قضية حاجه وصافي. المهم ضروري باش تخرجوا شي زواقه ضروري في الدفتر ديال المربعات باش كتثبتوا على القياس، كتثبتوا على كل شيء على قياس الزواقه قداش خصكم. ومثلا بحال هذا مربعات كنمشي بالسنتيم. بحال دابا انا هنايا عندي هنا في العرض 10 وهنا 12 وهنا 12 سنتيم. بحال دابا 12 سنتيم على هاد المربعات جوج 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 جوج. وهنايا عدلتهم تقريبا غادي تجي غيجي جوج ماشي مكمولين. المهم عدلتهم، حاولت عيني ميزاني. هنايا خدمت الالوان ديال الشال ديال السيده، درت بها الالوان ديالها. جلابه خفيفه ودغيا كطلع طيب كطلع يعطتني موديل وعدلت عليه. زدت غير شي تويشيات صغيره ولا زيتهم وصافي. هاد الوريدات هادو من تحت هادو غير زيتهم. دابا مشكل شنو كيوقع؟ بحال دابا الموديل اللي صبدت لي السيده على الجلابه كتف طايح كتجي الفورمه ديالها في شكل. وملي كيكون الجلابه ولا قفطان بكتف بالتحليفه عاديه كتجي عاوز زواقه اخرى. هي زواقه نفس الزواقه غير الحجم. مثلا هذه كان خاصها تكون زايده شويه كبيره،
بالنسبه نكتف جلبه بكتف طايح يعني جلبه جبليه في صاله جبليه. وهذه حاولت شبرت على القياس، انا عامله الاطار هنايا ديال ملي كنجر الشم ضروري في الكزده كنأطر هاد الدوره ديال العنق والتحريفه كنخلي مسافه ديال السفيفه، كنعدل الزواقه. اخرى كانت كتف طايح كانت غادي تكون كبيره شويه. انا غننزل لكم الصوره ديال الموديل باش تشوفوا عليها. ودائما قبل ما تسالي ورشين حتى كطلوا ما تزولوش فناتي حتى طلوا تشوفوا الزواقه واش مكموله ما ناقصه حتى شي حاجه، عاد كتحيدوا الكاغيط وتحيدوا فنيتات وعاد كتحيدوا الكاغيط. صافي هذا ما كان. انا هنايا الوسط وتعدلته بستيلو، ستيلو ديال الثوب اللي كيتحيد بالبلانشا. صافي هنا غادي نقرقف هذا المرمى ديالي، هذا اللي عنده مسمار كيكون تحت، وهذا هو اصلا هذا الثوب غريلت شي شويه. واخا بلا ما نعدل له ديك الطروف هذا الثوب في الحاشيه غير هيدا كان. صافي ملي زيرت المرمى ديالي نزيرها مزيان، ضروري في الطرز كخص تكون مرمى مزيره باش ما كيوقع لكم شي تكماش. الطرز مكمش ما كيجيش مزيان بتاتا، واخا تحددو واخا خاصها تكون مزيره بزاف. اذا ما كانش عندكم مزيه كتزيروها غير من هنايا. هذا فاش مزيان هاد الكراكف هادوما ديال البلاستيك كتحكم غير هنايا في هاد المسمار هذا. واخا هيدا كنزيد نثبت في كل شيء كنشوف واش التوب عندي مزيان. نبدا على بركه الله. بالنسبه للثوب واخا كيكون هيدا غليظ انا دائما كنستعمل الفازلين، كنستعمل الفيزلين. غنحشي غير هيدا من تحت تنشوف. صافي نقطع هاد الطرف هذا صافي كنطرز وكنسالي، عاد كنتف ديك الطروفه اللي كيكونوا زايدين في الحاشيه صافي كنزولهم. دابا انا هنايا غنزل هاد السواقه اللي خدمت الاوليه ننزل هنايا بعرضي باش نشوف التناسق ديال الالوان. بالنسبه انا كنت مشرتله فيت الخيط الاخر اللي كان عندي في البياض، غادي خليه شوف واش بينكم هادشي واضح. كنظن هذا يجيكم احسن. انا ما يبانليش انا خدمه واضحه، الضوء مع الطبع بيض صعيب. يلا بسم الله على بركة الله. التعميرة الأولى وغنشيلو. عندي ديك الطرزه ديال الحرير البيض عندي هنايا تحت صافي ساليت منه، غادي نبدل لون اخر. دابا غنعدل انا الحمامي اللي عندي فيه الغرزه بالدقه، يعني هاد المربعات هادوما
هذه مطروزين باللون الحمامي. هاد الفيديو قلت غنخلي هيدا بالصداع ديالو بشي ديالو، عرفتو كان عجز عندي شي جوج ولا ثلاثه الفيديوهات مسجلين كنصنع عدل المونتاج، كيكون ديك الساعه العائله عندي فايقه صداع. المهم كنبغي شي ديك الصوت هي غرزه الضحى، غير الضربه غير صغيره كتفتح كتعمر شويه عاكم شي اخرى، افتح شد افتح شد بالركبه ديالك. نقلب التليفون جهه اخرى جهه اليمين ديالي. صافي انا التليفون رديته جهه اليمين باش تبان لكم خدمه واضحه، وكبرت الزوم. هذه اسمها الغرزه الدقه، افتح شد افتح شد بالعراض، العراض دي في الركبه. طبعا قبل ما تقيو هذه الخطوه كتكونوا تعلمتوا شي طرف ديال الثوب عاد كتطبقوا. دائما الخيط خصكم يكون عندكم تاسع الخطر والصبر. صبر ايوب خص الصبر في الخيطه بزاف. دابا كلي انا ملي كتشبر اللبسه كتشوفها غادي تبان لها تقول شي حاجه بسيطه غير خطوطات هيدا وهيدا وهيدا، راه الانسان كيتعاب على الحاجه باش كتوجد. فرشين في التطبيق في التناسق ديال الالوان بزاف الحاجات، والله يجعل كل شيء في ميزان مقبول عند الله. نجيو نشوفو حنايا كاين التعب في اي حاجه، غدخل غير الكوزينه تغسل قشيعه توجد غير الغدا راه ضروري غادي تتعب، ما يمكنش تعدى شي حاجه بلا تعب. دابا هيدا حنا علاش كنخدمو؟ كنخدمو على الفليسات، خصنا الفلوس في يدنا ضروري خصنا نتعبو باش نشبرو فليسات. غادي نوقف الفيديو غنخدم شي حاجه من هاد الخطوط، غنخلي واحد الخط فنوريه لكم طريقه الخدمه ديالو باش ما يجيش طويل، واصلا غيجي طويل الفيديو.
ما شفتي ناقص العرق. كان عمر معاود غير باش كتجي الغرزه منفخه شي شويه. هادو ما غنعدلو بهاد الحمام المفتوح، هاد الموت المفتوح. عاد غير خطفه تاع مرة صافي. هنا الوردة على نفس الشيء، نفس الخدمة، نفس الطريقة. هي ماشي ضروري باش تجي تخدم تتناقش الاول، غير بالنسبة للطابعة بياض وفلاش ديال التليفون كدا ماشي غير الخدمة باش مواد. الخدمه هذه ديال تدور ماما باش تجيكم متقونه، حاولوا ما تزربوشي ما تزطموشي باش كتقدروا تحكموا نتوما كيف كدوروا المرمه ديالكم. اذا كنتو كتزربوا بتاتا ما تحكموشي، اذا كنتي معلمه ولا عاد كتعلم ضروري خصك تصطم غير بشويه وتخدم غير بشويه باش كتقدر تدور على راحتك. شرت الخضر غنخدم به هذا، وغنعمر هذه بهذا اللون هذا، نسيت ما عدلته. غنشارك معكم التعميره ديال وريقه شرتت اللون الخضر. يدير بالجنب بحال الشكل ديال العليفه، غتجي العليفه وانت هنا كتجنبها من هاد الجهه ديال هاد الخط هاد الوريق. غير تثبت شحال عندك هنايا، أربعة حتى هنا خصك تعدل أربعة. ولويت امرمى هذا شويه رجع الخدمه هذا مجنبه.
هنا كنكون صافي عليا نسالي هاد المغرمه ديالي. ديك الساعه غادي نقلقف هنا، غادي نبدل القرقف ونقلقف هنايا. نكمل على هادو اللي عندي هنايا تحت، نكمل على هادو اللي عندي تحت وغنسالي. عاد غادي نحدد، غنعدل واحد زويوقه صغيوره في القب. دابا نزيد الصوره ديالها، الصوره ديالها مكموله، غادي ننزلها في انستغرام ديالي نبيله اولاد عمر. هنا كنقول لكم تهلاو في راسكم، نوريكم هيدا عن قرب. زول الزوم صافي، باقي لي غير هاد الوريقه. غنبدل المرمه، نعدل هادوما، عاد غنخرج زواق القط. غنعدل غير الشكل فحال هذا، مربعه وحلوه اللي دهني في وسط منها. هذا السدر باقي الخدمه حتى كتحدد، عاد كتبان. دابا ما حدداش، ملي كتحدد كينطع الحرير وكيعطي البريو. لوينتها هما اللي احتاجيت مع هاد الخضر. تهلاو لي فراسكم. وبالنسبه للثمن اللي شبرت بها انا هاد الجلابه، 200 درهم شبرت صدر. هذا واحد جهه في الصدر، واحد جهه في الكم والاقامه. يلا الله يوفقنا جميعا، الله يعاوننا جميعا، الله يسهل الامور على كل وحده يا رب العالمين. والثمن كل واحد حر في الثمن ديالو شنو غادي يقول، كل واحد كيقدر المجهود ديالو والتعب ديالو. وكل اللي لاحظت كل مدينه عندها الثمن ديالها. تهلاو لي فراسكم، الله يوفق الجميع، الله يسهل على كل واحد. عواشركم بروكين، السلام عليكم.